اللغة جزء من الثقافة التي تحدد هوية الشعوب وتجعل المعارف والأفكار قيمة اجتماعية من خلال دورها في الاحتفاظ بالتراث الثقافي والتقاليد الاجتماعية ونقل ثقافة المجتمع من جيل إلى آخر. اللغة المهرية واحدة من 6 لغات عربية جنوبية متبقية، وهي مشتقة من اللغة الحميرية الأم، منتشرة بشكل رئيسي في محافظتي المهرة وسقطرة. هنا أبو بكر يقول: يوم اللغة المهرية 2 أكتوبر ظلت اللغة المهرية خير شاهد على عراقة وأصالة الإنسان المهري الذي لم يتأثر كثيرا بعوامل العولمة والبيئة المحيطة، تمسك بهويته ولغة ثباته كثبات ورسو جبال فرتك وقاطن، ولا تهدها الزمن ولا تهتز بالرياح والعواصف. اعتمدت السلطة المحلية في محافظة المهرة 2 من شهر أكتوبر من كل عام ليكون يوما للاحتفال باللغة المهرية، وذلك تزامنا مع إشهار مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث في 2 من أكتوبر 2017. تنطلق اليوم على منصات التواصل حملة التعريف باللغة المهرية. هنا سعد مسلم المهري يذكر أهداف هذه الحملة، ومنها التعريف باللغة المهرية كونها جزء وثيق من ثقافة وتاريخ الأمة العربية والإسلامية، الاعتزاز باللغة المهرية كلغة مكتملة الأركان ومتجذرة في أعماق التاريخ، إبراز الموروث الشعبي والثقافي الذي تمتاز به اللغة المهرية، الحفاظ على اللغة المهرية وتحريرها من حالة العزلة التي تهدد بانقراضها. تشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 200,000 يتحدثون اللغة المهرية، أغلبهم في المناطق الشرقية لليمن وأجزاء من محافظة ظفار غرب عمان، وبأعداد أقل جنوب السعودية ودول الخليج الأخرى. تحاول بعض العائلات جاهدة الحفاظ على هذه اللغة القديمة والحدث بها بشكل دائم وتعليمها إلى الجيل الجديد، غير أنها تفتقر إلى الاهتمام والدعم الرسمي من الحكومة، فضلا عن المعوقات الأخرى التي فرضتها الحرب. نتابع. مدرسة عشا في مدينة الغيضة نظمت فعالية تراثية بمناسبة يوم اللغة المهرية بهدف الحفاظ على التراث واللغة المهرية، وتخلل الحفل العديد من الرقصات المهرية والمسرحيات ومعرض للتراث المهري القديم، في مبادرة رائعة دشنت المعلمات في المدرسة عملية جمع التراث المهري القديم من المنازل تزامنا مع اليوم العالمي للغة المهرية. ساعة
والسلام للنبي ده قال ما خلق الخير. حميريت من صليب بكزيتي.